وإذا أذنت لي أنا أستسمح في أنه تشرح لنا مرة تانية أنا والمشاهدين. دي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، ودي وضع حجر أساسها 1965 مع السيد الرئيس جمال عبد الناصر والبابا كيرلس السادس والإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا، وتم افتتاحها سنة 68 في يونيو 1968 بمناسبة مرور 1900 سنة على استشهاد القديس ماري مرقس المؤسس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. الكنيسة اتبنت كأكبر كنيسة في الشرق الأوسط في وقتها، وهي بتسع حوالي 4500 مصلي. فيها صحن الكنيسة، ده الصحن الكبير بيتميز بالأعمدة في 12 عمود بيمثلوا تلاميذ السيد المسيح ال 12. المكان اللي احنا موجودين فيه خورس الشمامسة، خورس يعني قسم، وده اللي بيجلس فيه الشمامسة، الآباء الكهنة، الآباء الأسافة حسب المناسبة اللي بتكون موجودة. جوه هنا الهيكل والمذبح، وشرقية الهيكل بنسميها حضن الآب، وطبعا مزينة بالأيقونات الكتيرة كلها أيقونات مشاهد من الكتاب المقدس. أنا لفت نظري جدا وأنا آسف على المقاطعة، أسماء الفنانين من شعب الكنيسة اللي رسموا الأيقونات. عملنا مسابقة كبيرة وتقدم حوالي 20 مجموعة فنانين، يعني مش 20 فنان، كل مجموعة فيها 4-5 فنانين، وبعدين عملنا تصفية ما بينهم، اخترنا 5 وبعدين وزعنا عليهم الشغل، وعملنا مجموعة تخلي الشغل كله بمية واحدة، وتقسم بقى الجزء ده، قعدوا يشتغلوا فيها 3 سنين وشوية. ودايما الكاتدرائيات يبقى فيها جزء تسجيلي للأحداث، مش مجرد مشاهد من الكتاب المقدس بس. فمثلا من الأحداث المهمة هنا عودة رفاة القديس ماري مرقس من فينيسيا في البندقية في روما في إيطاليا، فده حدث حصل في أيام البابا كيرلس، والكلام ده كان سنة 1968 في افتتاح الكاتدرائية، فمسجلينها في أيقونة هنا متسجلة ما تبانش عشان في الجنب يعني. أيوة بالضبط كده. وهكذا مثلا شهداء ليبيا فلهم أيقونة هنا مخصوصة موجودة في الآخر هنا، نشوفها لما ننزل تحت. ده حدث برضو مهم في تاريخ الكنيسة. وهكذا الأحداث المهمة بنسجلها، لأن الكاتدرائية عبارة عن هي مكان عبادة لكن كمان مكان لتسجيل التاريخ والأحداث. طبعا تخيل حضرتك مثلا بعد 200 سنة 300 سنة اللي هيبقوا موجودين يشوفوا التاريخ مسجل على جدران الكاتدرائية.